بالمنطق يا جعفر. هي لو علامة استفهام واحدة كان أوكي، اثنين ماشي، بس هذا الموضوع بألف علامة استفهام. هذا اللي اسمه ناجي عطلة جاي يسوي بغداد، وليش جاي؟ وذول الشباب اللي وياه شو يسوون ببغداد؟ هم جايين من الشام. أنا عرفت هيك من أبو القاسم. بس غريبة، لأن الواحد يأخذ الأشياء منا للشام، مو يجيب الأشياء من الشام إلى بغداد. مو يجي. أنا متأكد أن وعدهم شيء كلش مهم، لأن أبو القاسم من عرف أنهم راح يسافرون قال لا، لأنه عرف أنه الجنط راح تنفتح جنطة جنطة. وهذا أيضا سؤال، شنو عدهم بالجنط وجايين بيه لبغداد ويريدون يروحون لمصر؟ ليش ما راحوا من الشام إلى مصر؟ مو أسهل؟ والله أبو القاسم يقول بعد أن تهاجمت السفارة الأمريكية بسوريا والعملية اللي سووها جلد الشام صار من الصعب عليهم دخول مصر مباشرة. وهنا غيروا قرارهم بالسفر لما عرفوا وزيرة الخارجية الأمريكية جاية لبغداد. يعني هم ضد الأمريكان بالتأكيد، ولا ليش أبو القاسم يساعدهم؟ بعدين أنت شو كم دوخ نفسك بيهم يا أستاذ؟ دوخ نفسي بيهم؟ ماجد ذولا أشقاء، ذولا أصدقاء، ذولا عرب، أنا لازم أساعدهم، ذولا ضيوفنا، مو هي هاي العروبة؟ هلا أستاذ سعاد. هلا بيك. أدري قبل شوية اتخذت مني 46 صمونة، أشوف بعد ما قصت له ساعات 76 صمونة. المن كل هذا الصمون والتعايش أنت ومرتك بس؟ وأنت يا مرتك؟ أنت إيش عليك؟ شنو دخلك أنت؟ وحشرتك الموضوع شنو هو؟ عندي خطار أخويا وزوجتها وأطفاله، أختي وزوجها وأطفاله، شو تريدني؟ أحكي لك قصة حياتي مع الزمان؟ على كيفك أستاذ سعاد، مو قصدي كل ما هنالك. بلا هنالك بلا كل شيء، شنو هالأيام تشتغلون كلكم بالمخابرات؟ أبو الخضرة يسألني نفس الأسئلة، سماج يسألني نفس الأسئلة، حضرتك تسألني نفس الأسئلة، شنو الموضوع؟ آسف أستاذ سعد، مو قصدي، الصمون راح يجهز لك وأنا أعتذر، تعال بابا جيب صمون. تفضل، هاي 70 صمونة وأنا أعتذر، تفضل أستاذي. جيب يا بديل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليك. الحمد لله والشكر، كل الأمور انحلت. الخضرة كملت، اللحم كمل. الصمون اللي هو العيش كمل والحمد لله، بقت مشكلة واحدة بس. الله ينور يا اسطى. الله يبارك لك يا كبير. ما هو أصل المؤاخذة طالما البيت فيه رجالة الأمر ما يستغناش عن مبوالة. أنا في رأيي عبد الجليل تستثمر فلوسك في السباك. والله يا باشا هيكسب دهب. أنا عايز أعرف بقى، أنت سباك ولا حداد ولا ميكانيكي؟ ما هو يا كبير المؤاخذة أنا ما بخشاش من أي حاجة، بخش فيها بصدري كده على طول. ما هو طالما المخ نضيف الإيد ما تعطلش. يا عيني يا الواد ده فيلسوف على فكرة. شوف، طول ما المخ نضيف الإيد ما تعطلش. عبد الجليل بيومي، أنا حاسس إن أنا بكلم توفيق الحكيم. الحكيم في أنهي حتة دي يا كبير؟ في مستشفى العمرانية، ويلا خلص بقى العيال هتعملها على روحها. هي كده قضيت على الفرفرة الطياري. بس أنا شايفها لسه ما نشفتش. يا كبير خلي الرجالة تفك حسرتها، وبعدين أصل أنا مشبط الدكر على النتاية ومزود الجبس على الأسمنت عشان خاطر تشك بسرعة. نهارك زي الفل. اصطبحتك زي الفل. الله يبارك لك يا كبير، كده جبرنا الحمد لله. وبقى لي ايه شنكره في البربور؟ بس يا نجي، مش ابو القاسم قال المدام كمال يا المدام بتاعته؟ ايه
ايه يعني؟ طب ايه يعني؟ بطل الطريقة بتاعتك دي يا نجي، احنا مش صغيرين. اصل انا دلوقتي منظري وحش قدام الجيش اللي معانا ده، وبعدين تقول عليا هي الست فوزيه والست زينب، يعني هيقولوا عليا ايه؟ صحش. وبعدين الاستاذ سعد يقول عليا ايه؟ ساب الست بتاعته كده ما بيسالش فيها؟ لا. واحد سايب مراته والستات قاعدين مع بعضهم، بطل حاجك بقى. اه بس اصل دول تعبانين، دول متهجرين وشيعه وسنه وشغلانه، انما احنا شكلنا كده زي ما نكون منفصلين. ودلوقتي انا نايم لوحدي في السرداب، ما فيهاش حاجه لما تنزلي معايا السرداب. من حق كل زوج ان ينزل مراته معاه السرداب، وده كلام قاله في برنارد شو. والله انت مجنون. مجنون؟ العراق 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 العراق. خد اللي بتاع، يلا. هما بيقولوا عراق العراق ليه؟ هما الامريكان خرجوا؟ لا، اليوم تصفيه اسيا اليوم بين العراق وكوريا الجنوبيه. ربنا ينصركم ان شاء الله. لا، احنا بال 2007 غلبناهم، خرجناهم واخذنا الكاس. قبل ما تخرجوا الامريكان. يا ريت يا سلام. الفن الوطني بلغه الارقام تقدم بهدف. بلغة الأرقام الرقم 10، وبلغة الأسماء يونس. الآن الهجوم لمصلحة المنتخب الوطني عن طريق علاء سهلة بأحضان يانجز هاي. يجي الهجوم عن طريق هذا اللاعب الخطير الدينجز هي باتجاه يانجزو. يانجزو يقف على الكرة بشكل جميل، مقطوعة بأقدام باسم. باسم يعود بالكرة إلى محمد قاصر. محمد يلعب الكرة أمامية. محمد، هذه مخالفة، حكم المباراة غاضى عنها، غض الطرف عنها. سعيد المبطري. هو المعلق ده كوري؟ لا لا، عراقي. أنا مش فاهم منه ولا كلمة. إيه، هو يتكلم سريع. يعني أنتوا فاهمين؟ أكيد. طب ليه ما يحطوش ترجمة تحت كده؟ وليش الترجمة يا أستاذ ناجم؟ هو ليش عربي؟ أنا قصدي ترجمة كوري. مصطفى تعود الكرة خلفي أعلى علاء إلى نشأت علاء. هاي الواد ده، هاي هذا نشأت أكرم، لاعب عراقي سني محترف في ألمانيا. الواد ده كمان كويس قوي، اسمه ايه ده؟ كرار، شيعي عراقي. انتظر هوار لما ينزل. وهوار ده سني ولا شيعي؟ لا، هوار كردي. وانتوا عندكم كم طائفه بالظبط يعني؟ سني وكردي وشيعي؟ ومسيحي وكلداني واشوري وصابي المندائيين، ولا تنسون الاخوه الايزيديين والشبك والتركمان. الله يكون في عونكم، كل دول في العراق. وانتم اكثر من رائع باتجاه يونس امامي، لكن طالب على يونس. الشوط الاولاني خلص، ان شاء الله في الشوط الثاني هتجيبوا جوان. العراق بيلعب حلو، هي بس كوريا مقفلة شوية. كوريا مقفلة قوي. عمر، افتح الباب. شلونك عمو؟